تفعيل غرفة العمليات المشتركة المختصة بتبادل المعلومات حول المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا في إطار الدعم اللوجستي بين البلدين في العاصمة طرابلس. ومستشفى علي عسكر بمنطقة سبعة يعاني غياب الدعم ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى. ملفات للنقاش الليلة. طيب الله أوقاتكم أعزائنا متابعين بانوراما، اليوم في حلقة جديدة والتي سنتحدث فيها عن تشكيل الغرفة المشتركة الليبية الإيطالية لتبادل المعلومات حول الهجرة الغير شرعية، وكذلك ترحيل عدد من المهاجرين الغير شرعيين إلى بلدانهم. أما في الجزء الثاني سنتحدث عن معاناة مستشفى عمر عسكر الذي يقع في جنوب العاصمة طرابلس في منطقة السبعة. بداية نشاهد هذا التقرير حول تشكيل الغرفة ثم نعود. مباحثات ليبية إيطالية لمكافحة الهجرة غير القانونية كانت محور جلسة الاثنين، مثلها عن الجانب الليبي مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية طارق شنبور وعدد من القطاعات المعنية بجهاز مكافحة الهجرة، وعن الجانب الإيطالي السفير جوزيبي بيروني وممثلون عن وزارتي الدفاع والداخلية لمناقشة آلية تفعيل غرفة العمليات الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير القانونية. الجلسة اتفق خلالها الحاضرون على تفعيل الغرفة من مقر أمن السواحل لتبادل المعلومات بشأن المهاجرين امتدادا للاتفاقية السابقة بين البلدين لتديرها عناصر ليبية مختصة ويجهزها الجانب الإيطالي في إطار الدعم اللوجستي. الغرفة هذه امتداد لاتفاقيات سابقة بين ليبيا وإيطاليا، وهذه ثمرت نجاحنا في العمل المشترك كدولة ليبيا وإيطاليا، وهذا الكلام قديم جدا. هذه الغرفة هي غرفة ليبية بامتياز، لها نظير في إيطاليا. إن شاء الله حيكون في sharing information اللي هو في تبادل المعلومات يخص مكافحة الجرم إن شاء الله. شنبور أكد أيضا أن مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا بين ليبيا وإيطاليا لا تنص في موادها على توطين المهاجرين، وإنما التزام الجانب الإيطالي بتطوير مراكز الإيواء وتقديم الرعاية الصحية بعد عملية الإنقاذ إلى حين إرجاعهم إلى بلدانهم. واتفق الجانبان على إفادة عدد من منتسبي الإدارة للتدريب في إيطاليا وتونس، وذلك خلال الأسابيع القادمة في محاولة لتعزيز أمن سواحل الليبي في أداء دوره على أكمل وجه. إذن الغرفة الليبية الإيطالية المشتركة لتبادل المعلومات حول الهجرة الغير شرعية هي حديثنا الآن، وأستقبل العقيد طارق شنبور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس الغرفة المشتركة وأيضا عضو في الانتربول الدولي. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا. بداية لو توضح لنا، هل هذه الغرفة هي مستحدثة أم أنها هي تفعيل لغرفة كانت قائمة سابقا؟ لا، هي الحقيقة بالنسبة للغرفة هذه طبعا حديثة، لكن جاءت بناء على عدة اجتماعات سابقة مع الجانب الإيطالي. كما يعلم الجميع أن هناك عديد اللقاءات حدثت بين الجانب الليبي والإيطالي منذ سنوات طويلة، وهذه تمرت نجاح الإخوة الليبيين اللي اجتمعوا مع الجانب الإيطالي في العديد من المرات. طيب ما هي مهام هذه الغرفة؟ مهام هذه الغرفة طبعا هي تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جرائم التهريب والجريمة المنظمة بشكل عام. كيف يتم التعامل الآن؟ هل الغرفة فيها تواصل مع الجانب الإيطالي بشكل مباشر وكذلك مع القوات الاتحاد الأوروبي الموجودة في نطاق عملية صوفيا؟ لا، هي طبعا لها علاقة بغرفة العمليات الموجودة في إيطاليا فقط، ما لهاش علاقة بغرفة العمليات اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي. هي تبادل للمعلومات فيما يخص الجريمة المنظمة وفيما يخص مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.
الغرفة طبعا يديرها مجموعة من ضباط وضباط الصف من جميع مكونات وقطاعات الدولة الليبية، من كل الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية بشكل عام. الضباط وضباط الصف هذوما طبعا تم اختيارهم بعناية بدقة، وهؤلاء الضباط مؤهلين، يحملوا مؤهلات عليا، وتم اختيارهم اختيار دقيق جدا، لأن تتعرف هذه غرفة عمليات بتشتغل بشكل إلى حد ما سري يعني في تعاملها مع الجريمة يعني. إذن ما هي الاستفادة التي يمكن أن يحققها الجانب الليبي من هذه الغرفة، وأيضا ما هي المنافع التي قد تعود على المؤسسات الأمنية الليبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية؟ المنفعة طبعا هي أنك أنت بتتحصل على أكبر قدر من المعلومات من الجانب الإيطالي. أنت تعرف أن الإيطاليين تربطهم علاقة بالاتحاد الأوروبي، فمن خلال غرفة العمليات الموجودة في إيطاليا احنا نستسقي المعلومات هذه، وبيحدث اللي هو تبادل المعلومات اللي هو sharing information يعني. فموضوع تبادل المعلومات مهم جدا، لأن لما يبدأ عندك أنت المعلومات تقدر تتحرى، تقدر بعدين تحقق وتقبض يعني. هذا الأساس في الشغل هو المعلومة. طيب هذه الغرفة هل يقتصر عملها على تبادل المعلومات حول الهجرة غير الشرعية وكذلك أعمال التهريب الأخرى، أم قد تكون هناك خطوات أخرى؟ نعلم تماما أن هناك تدريب لبعض عناصر الخفر السواحل الليبي الآن في من قبل الاتحاد الأوروبي، هل يمكن أن يكون هناك تبادل أيضا أو تدريب في المجال جمع المعلومات وكذلك متابعة أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية؟ نعم، في اتفاق مع إيطاليا على تدريب عناصر الأمن اللي حيشتغلوا إن شاء الله في الغرفة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في المستقبل إن شاء الله حيكون في بعثات للضباط من مختلف القطاعات والأجهزة الأمنية للتدريب في إيطاليا إن شاء الله. وإحنا أمس في اجتماعنا أمس قدمنا طبعا حزمة من أو حقيبة تدريبية كاملة تخص كل القطاعات والأجهزة الأمنية، مثل جهاز حرس السواحل، إدارة أمن السواحل، الإدارة العامة لأمن المنافذ، الأجهزة الأمنية الأخرى، حرس الحدود، إن شاء الله يعني للعديد يعني من الأجهزة والقطاعات التابعة للدولة إن شاء الله حيكون في برنامج تدريبي راقي وجيد إن شاء الله. طيب المشكلة كانت في السابق مع دول الجنوب الأوروبي هي في إيجاد شريك محلي ليبي للتعامل معه في القضايا الهجرة غير الشرعية وقضايا التهريب الأخرى، هل هذه الغرفة يمكن أن توفر هذا الشريك القوي ولأنها تضم معظم الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص؟ الغرفة هي بتنسق العمل، بتتابع العمل، بتساعد على صناعة القرار بالنسبة للإخوة السياسيين. الغرفة هذه طبعا مهم جدا وجودها في الوقت الحالي، لأن احنا في وضع حرج جدا. الجانب الأوروبي والجانب الإيطالي يعول على الغرفة هذه، رغم أن طبعا احنا ما لناش علاقة يعني كغرفة بالجانب الأوروبي، لكن بحكم أن إيطاليا مرتبطة بأوروبا، فإحنا عندنا فائدة في المسألة هذه، أن ضباطنا وضباط الصف الموجودين في القطاعات هذه كلها حيستفيدوا من التدريب على كيفية إدارة غرف العمليات. نعم. إذن الآن نتحدث عن تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، دورات تدريبية للعناصر الأمنية الليبية. ماذا عن خط المهاجرين غير الشرعيين وكذلك التنظيمات التي تقوم بهذه العملية؟ هل سيكون لهذه الغرفة دور في مكافحتها سواء في داخل الأراضي الليبية أو عن طريق السواحل الليبية التي تنطلق منها إلى أوروبا؟ الغرفة بتشتغل على حدود ليبيا بالكامل البحرية والبرية. العمل على مكافحة الجريمة بشكل عام، يعني هذه نقطة مهمة أخي طارق، يعني مسؤولية الغرفة ليست مجرد مكافحة فيما يتعلق بانطلاق من السواحل الليبية ومنطقة البحر، بل تبدأ من الحدود البرية الجنوبية. هتشتغل هي على الجنوب الليبي، وهذا طبعا من ضمن نقاشنا مع الجانب الإيطالي، فإحنا تحدثنا معهم وقلنا لهم أن يجب التركيز على المصدر وليس البحر، يعني لازم نكون احنا
اشتغلنا على الحدود الجنوبية للدولة الليبية. فتجفيف منابع الهجرة هذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا، وإحنا كغرفة طبعا نشتغل على جمع معلومات وبعدين تقديمها للجهات اللي هي اللي تتبع الدولة الليبية بحيث تبدأ في عمليات الضبط والتحقيق يعني. طيب هل يمكن نعتبر خروج هذه الغرفة الآن للعلن وبدأ الفعل لعملها هو نتيجة توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها المجلس الرئاسي مع نظيره الإيطالي؟ لا، هي ما لهاش علاقة بمذكرة التفاهم، هي سابقة لموضوع مذكرة التفاهم، هي نتيجة جهود قديمة جدا. وكان طبعا السيد رئيس المجلس الرئاسي والعضو المجلس الرئاسي اللي هو السيد أحمد ميتيق هم من شافوا أن لازم من أن الغرفة هذه يبدأ العمل بها يعني. فأصدر قرار رقم 380 بتشكيل لجنة التواصل هذه الليبية الإيطالية، ومن داخل اللجنة هذه انبثقت الغرفة. فهو امتداد سابق قديم لعمل قديم انبثقت هذه الغرفة يعني. طيب الأجهزة الأمنية الليبية سواء البحرية أو البرية والتي تتقاطع في مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر يمكن قد تتحصل على المعلومة من الجانب الإيطالي، ولكن دائما هناك عائق الإمكانيات التقنية والفنية. هذه الغرفة والتواصل مع الجانب الإيطالي ماذا يمكن أن يقدم للأجهزة الأمنية من تقنية؟ الجانب الإيطالي طبعا عندنا معه اتفاق مكتوب على أساس دعم كل الأجهزة والقطاعات العسكرية والأمنية. احنا قدمنا أمس حزمة تتعلق بالتدريب وتتعلق بالاحتياجات اللي هي المعدات. فمن ضمن الاتفاق اللي بيننا هو دعم كل الأجهزة الأمنية بكل ما هو مطلوب من معدات. إذن وهل هناك ترحيب في الجانب الإيطالي من هذا الأمر؟ لنعلم أن مثلا خفر السواح لديه عدد من المراكب التي لا زالت تتواجد في إيطاليا تحت الصيانة، تقريبا عدد 10 مراكب حتى لا لم يتم تسليمها. بالنسبة للزوارق اللي تابعة لجهاز حرس السواحل بركن البحرية هي 4 زوارق. وأمس في اجتماعنا تم الاتفاق ونهاية على أساس التسليم، حيتم في شهر مارس القادم إن شاء الله حيتم تسليم الزوارق الخاصة بجهاز حرس السواحل العسكري إن شاء الله. وهذه تعزز من الإمكانيات. أكيد هي حتساهم في الحد من مكافحة الهجرة غير الشرعية. هو طبعا موضوع الهجرة هذا موضوع كبير، لكن هذا بداية العمل. فيما يخص الزوارق التابعة لإدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية، طبعا هي 6 زوارق موجودة في تونس، وإحنا بدينا في صيانتها من سنة 2013، لكن نتيجة الظروف السياسية اللي مرت بها الدولة الليبية فتأخر موضوع التسليم. فكان الاتفاق معهم أمس على أساس إن شاء الله يتم برنامج تدريب الأطقم اللي هم أطقم الزوارق اللي هم ضباط وضباط الصف في حدود 126 إلى 127 عنصر. إن شاء الله مارس القادم يبدأ البرنامج التدريبي، خلاص هذا متفق عليه ووثقناه الشيء هذا. والتسليم حيكون في مايو إن شاء الله، أول زورق إن شاء الله يتم استلامه بالنسبة للإدارة العامة لأمن السواحل هو حيكون في شهر مايو القادم إن شاء الله. جيد. ماذا عن التنسيق بين الأجهزة الأمنية الليبية؟ نعلم تماما أن هناك عدة أجهزة تتقاطع مجالات اختصاصها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك التهريب، نتحدث عن خفر السواحل، أمن السواحل، كذلك القطاع الجمركي، كذلك جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أيضا، حتى في الجانب العسكري التابع لوزارة الدفاع، حرس الحدود. هل هناك تنسيق في ضمن هذه الغرفة بين هذه الأجهزة؟ نعم، هناك تنسيق كبير في داخل الغرفة، وأصبحوا الكل داخل هذه الغرفة في الوقت الحالي. كل قطاعات الدولة يمثلها مندوب وثلاث مناوبين في هذه الغرفة. فحاليا في داخل الغرفة أصبح في تعاون وتنسيق كبير على العمل في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأعمال التهريب كلها بشكل عام وكل أنواع الجريمة يعني. هل الأولوية الآن في وجهة نظرك لمكافحة الموضوع الأكثر الذي يشغل الجانب الأوروبي وهو الهجرة غير الشرعية هو من تأمينها من مرحلة السواحل الليبية أم ذهاب إلى بعد من ذلك عن طريق الحدود الليبية، وخصوصا أن هناك اتفاقيات سابقة لتزويد ليبيا بمنظومات مراقبة حدود وغيرها؟ هل إيطاليا ستعيد تفعيل هذه الاتفاقيات؟ إيطاليا طبعا دائما تتكلم هي على الساحل البحري، لكن احنا ك
ضباط متخصصين خبراء فنيين في القطاع الأمني أو في القطاع العسكري، دائما نتكلم عليه الحدود الليبية بشكل عام، يعني ما فيش تركيز على موضوع الساحل البحري فقط، فدائما احنا نتكلم معهم أن لازم يكون العمل من الجنوب قبل ما يكون العمل على الساحل البحري. فمن بين الاتفاقات اللي حصلت أمس هو العمل على تركيب منظومة مراقبة الجنوب الليبي، يعني إن شاء الله اللي هو مشروع سيلكس، هذا معروف المشروع هذا، ففي اتفاق إن شاء الله على أساس نبدو في أقرب وقت في تركيب هذه المنظومات إن شاء الله تعالى. طيب أنت تعلم وكل من شاهدنا يعلم طبيعة المشهد السياسي والعسكري الحاصل في البلاد، هل هذا قد يؤثر على أن تقوم إيطاليا بإعادة تفعيل هذه الاتفاقيات والبدء العمل في تركيب المنظومات وكذلك تزويد الأجهزة الليبية بتبادل المعلومات وأيضا بالتقنية المطلوبة؟ والله شوف، احنا كأعضاء في هاللجنة هذه وفي هالغرفة دائما بنمارس شيء من الضغط على إيطاليا انها تكون جدية معنا في العمل. الظروف السياسية طبعا كانت حائل بين ليبيا وإيطاليا انها تكون جدية وانها تنفذ ما كل ما هو متفق عليه، لكن مضطرين ان احنا نمشوا في نفس الخط هذا في شيء من الدبلوماسية، ولازم ان شاء الله نوصلوا للأهداف متاعنا. اهدافنا هو طبعا تأمين الحدود الليبية بشكل عام، وهذا امر ما فيش يعني منا مفر، يعني هذا واجب علينا احنا كضباط متخصصين، احنا كضباط مسؤولين، هذه امانة. فاحنا ان شاء الله بإذن الله تعالى مستمرين في العمل ومتواصلين مع الجانب الإيطالي ومتواصلين حتى مع الدول الأخرى لتأمين حدود ليبيا إن شاء الله. بأمانة نقول لك احنا من خلال مواقعنا ومن خلال وجودنا في هالأعمال هذه، ليبيا لليبيين، هذا كلام اللي نسمعه فيه توا يعني في الشارع وفي وسائل الإعلام، ان في توطين وفي صحيح. لاجئين وفي الكلام هذا مش مطروح عندنا فوق الطاولة، كثير الحديث كثيرا نعم. في نعم. هذا الجانب حول الخشية من جعل ليبيا احنا كمسؤولين بلد. في داخل نعم. اللجنة هذه وفي عدة لجان اخرى لها علاقة بالاتحاد الأوروبي مسؤولية كبيرة على عاتقنا، وليبيا هي لليبيين، ولا يمكن ولن نسمح أن ليبيا تكون لأي مهاجر أو لاجئ. وفي هذا السياق قامت الأجهزة الأمنية اليوم بترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، نشاهد هذا التقرير ثم نعود. ترحيل أكثر من 50 مهاجرا من قبل جهاز الهجرة غير القانونية فرع طرابلس لم تكن بالدفعة الأولى أو الأخيرة من قبل الأجهزة المخولة، فأعداد المهاجرين في تزايد حسب الجهات المعنية، والتي بدأت في عملية ترحيل من تم النظر في إجراءاتهم غير القانونية. استلمنا من حوالي شهر عدد 941 مهاجر غير شرعي تم ضبطهم بمنطقة قرقارش من قبل قوة الردع الخاصة، استلمناهم في مقرنا في طريق السكة. حاليا جاري ترحيل المجموعة الأولى منهم من الجنسية النيجيرية، وإن شاء الله يوم الخميس في مجموعة تانية من جنسية السنغال حيتم ترحيلهم من مطار معيتيقا لبلادهم. رغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن القائمين على مراكز المهاجرين غير القانونيين يعانون من نقص في بعض التسهيلات أثناء تسيير عملية الإيواء والترحيل. نعانوا من صعوبات في الإقامة، صعوبات في الإعاشة، صعوبات في الأدوية، في الرعاية الصحية. عندنا نساء حاليا هذه ثالث حالة ولادة في المقر في طريق السكة. في انتظار ترحيل بقية الجنسيات الأفريقية الأخرى بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، يبقى عمل الأجهزة الأمنية مقترنا بالدعم المحلي والدولي للقضاء على هذه الظاهرة. إذن عقيد طارق، كثيرا في الفترة الأخيرة تحدثوا عن الخشية والخوف والتخوف من جعل ليبيا ملجأ كبير للمهاجرين غير الشرعيين، وأن يتم فرض هذا على ليبيا وعلى واستغلال الانقسام السياسي الحاصل فيها وضعف الأجهزة الأمنية فيها. الآن أنتم تواصلتم مع الجانب الإيطالي، وبكل تأكيد
الجانب الإيطالي خلفه الاتحاد الأوروبي، هل لمستم أي رغبة من الجانب الإيطالي والأوروبي بجعل ليبيا كما يتحدث البعض هي مخيم أو معسكر ضخم للاجئين؟ شوف، في سنة 2013 كنا موجودين في اجتماع في وزارة الداخلية في إيطاليا، وكانوا يتكلموا على مجلس اسمه تشير، انه ممكن يكون يعني له علاقه باللاجئين في ليبيا. فاحنا رفضنا هالمجلس هذا بامانه، احنا الموجودين في ذلك الوقت اللي هو العقيد طارق والعميد مسعود الرقوبي والعقيد الرجيبي مدير المنافذ، يعني مجموعه اللي كانت موجوده، رفضنا هذا المجلس. ليبيا لم توقع على الاتفاقيه الخاصه باللاجئين لسنه 51 اللي هي اليو ان سي اتش ار، هذه موقع مع الاي او ام اللي هم المنظمه الدوليه للهجره. احنا كمسؤولين امنيين خبراء نفهم هذه المذكرات ونفهم المعاهدات هذه. ليبيا لن تكون خزان بشري للاجئين او مهاجرين، هذا لن نسمح به بالنسبه لنا، احنا مش حنسمحوا به. طيب انت بكل تاكيد بحكم مجال عملك اطلعت على الاتفاقيه الموقعه اخيرا بين المجلس السياسي والجانب الايطالي، هل فيها شيء من ما يذكر الان؟ المذكره، انا اصل المذكره معي امامي توا، كويس. ما فيش الكلام هذا اللي نسمعه فيه ان في يعني توطين، ابدا غير موجود. المادة 2 الفقرة 2 تتكلم على تجهيز وتمويل وما تحتاجه مراكز الإيواء فقط. يعني العبارات هذه ما لهاش علاقة بحاجة اسمها توطين. يعني ما مستغرب ان الكلام هذا اللي نسمع فيه في وسائل الإعلام ونسمع فيه في الشارع ان فيه توطين. الحقيقة ان هذه مذكرة الأصل أمامي، ما فيش ما يشير للتوطين الخاص سواء كان بلاجئين أو مهاجرين. احنا عندنا قانون نشتغلوا به، المهاجر أقصى حد 30 يوم في مركز الإيواء وبعدين يتم ترحيله، هذا قانون الليبي وغير مسموح بأكثر من ذلك. طيب هناك جانب آخر الآن، بعد أن يتم القبض على المهاجر يتم ترحيلها كما ذكرت خلال 30 يوم، ولكن ما مدى تعاون الدول الإفريقية التي هي مصدر لهؤلاء المهاجرين أثناء ترحيلهم واستقبالهم في المطار، خصوصا أن بعضهم لا يحمل حتى أوراق ثبوتية؟ هذه مشكلة تواجه فينا في التعامل مع سفرات هذه الـ الأشخاص اللي هم المهاجرين. طبعا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية هو المسؤول على الإيواء وهو المسؤول على الترحيل ومسؤول على الإبعاد، فهو تواجه فيه مشكلة في كيف يتواصل مع السفرات. أنت عارف موضوع السفرات في الدولة الليبية، أغلب السفرات مقفلة وأغلب السفرات غير موجودة، فهذه هي الإشكالية. الوضع السياسي طبعا سبب لنا إرباك، احنا كجهات تنفيذية سبب لنا إرباك فعلا، لكن ومع هذا احنا مستمرين بنفس التشريعات الليبية بنفس القانون الليبي. المبادرات هذه والمذكرات هذه لا ترقى لمستوى انها تكون قانون او ترقى لمستوى لقرار، وهذا احنا في انتظار ان شاء الله صدور دستور الدولة الليبية، وهو اللي يحدد المفاهيم ويحدد الحريات العامة ويحدد كل الخطوط العريضة. حاليا قاعدين نشتغل بنفس القوانين بنفس التشريعات السابقه، فاحنا يعني الحمد لله ما فيش عوائق لينا في تنفيذ كل التشريعات السابقه والقوانين السابقه. النيابه العامه تشتغل، نتواصل مع النيابه العامه، نتواصل مع كل الجهات اللي لها علاقه بالجريمه، فشغلنا منظم جدا. موضوع المهاجرين هذا داخل عليه شيء من المشاكل السياسية، لكن بنحاول نحن يعني إن شاء الله نبتعدوا على الموضوعات السياسية هذه، لأن نحن جهات تنفيذية فقط يعني مش أكثر يعني. طيب الآن في حالة وجود عدد من عناصر المهاجرين غير شرعيين في مراكز الإيواء وبعضهم لا يملك دليل على البلد التي ينتمي إليها، لأن البعض يقوم برمي حتى أوراقه الثبوتية حتى لا يتم ترحيله، كيف تتعاملون مع مثل هذه المواقف وانت موجود في هذه الغرفة على رأس هذه الغرفة؟ احنا في انتظار ان شاء الله تجهيز الغرفة وتجهيز كل الجهات اللي لها علاقة بعمل مكافحة الهجرة غير الشرعية بأحدث المعدات، من بينها حتى الجهاز اللي هو البصمة هذا اللي هو الفينجر برينتر هذاي. فبنحاول ان شاء الله
نجهز كل القطاعات وكل الجهات الأمنية والأجهزة الأمنية اللي تتعامل مع المهاجر بكل المعدات والوسائل الحديثة إن شاء الله. نعم، العقيد طارق شنبور مدير إدارة العامة لأمن السواحل وغرفة العمليات المشاركة، رئيس غرفة العمليات المشاركة، شكرا لك لتواجدك معي. كذلك أعزائي المشاهدين، في الجزء الثاني سنتحدث عن مستشفى عمر عسكر بمنطقة سبيعة بجنوب طرابلس، الذي وجهت إدارته نداء إلى الجهات المسؤولة لتزويده بالاحتياجات الضرورية ليستمر في عمله. فاصل قصير ثم نعود. عدنا إليكم مجددا، والحديث في هذا الجزء الثاني عن مستشفى علي عمر عسكر بمنطقة السباعة بجنوب طرابلس، الذي يعاني العاملين فيه من نقص الاحتياجات الضرورية لتوفير الخدمات للمواطنين. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. أكبر مركز تخصصي لأمراض وجراحة المخ والأعصاب، مستشفى علي عمر عسكر بمنطقة السباعة جنوب العاصمة، تعاني كافة أقسامه من الافتقار للدعم، الأمر الذي انعكس سلبا على المرضى كانعدام توفر بعض الأدوية والمستلزمات والتي تعد باهظة الثمن، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة. الأدوية التخصصية وخصوصا أمراض التصلب اللويحي، أحد الأصناف الحقنة الواحدة أسبوعيا تقدر ب 700 دينار، ويحتاج المريض 4 حقن شهريا، يعني تكلفة بالنسبة للمريض يعني ما يقدرش يغطي حتى حقنة واحدة أسبوعيا. جهاز الرنين المغناطيسي هذا يعتبر من أهم الأجهزة الذي يحتاجه المرضى، لا يعمل منذ أواخر العقد الماضي في انتظار توفير البديل. بعد الحالات تكون راكدة إن في خطورة حتى في نقلها، في خطورة بنقل الحالة لنتصور برا، يعني المفروض ان الجهاز متواجد غير مشكي، بس في عندنا بعد حتى العمليه مرات يحتاجوه. فصراحه نداء لكل الجهات المعنيه، راهو المستشفى ضروري ضروري من توفير لي جهاز رنين. كوادر طبيه ومساعده يفتخر بها المشفى لقدرتهم على اجراء اعقد العمليات والتي توفر ميزانيه كبيره على خزينه الدوله، إلا أن انعدام أبسط المقومات جعل من الأمر أكثر تعقيدا. إذن هذه هي حالة مستشفى علي عمر عسكر بالسباعة، وأستقبل ضيوفي هنا في الاستوديو المبروك المعاتي، الدكتور مبروك معاتي مدير عام مستشفى علي عمر عسكر، أهلا بك. أهلا وسهلا بك، شكرا. كذلك معي جمال الشيخ رئيس قسم الجراحة والأعصاب بالمستشفى، أهلا بك. أهلا وسهلا. أبدأ معك سيدة مبروك، إذن لو توضح لنا بداية ما الذي يمر به المشفى. الواقع المستشفى كما تعرف متخصص في عديد من جراحات الدقيقة زي جراحة المخ والأعصاب، جراحة العمود الفقري، جراحة الوجه والفكين، قسطرة المخية. عندنا مستشارين لبعض التجميل، كما شفت في العملية كان في واحد منهم مستشار تجميل، جراحة تجميل. عندنا جراحة العظام، جراحة النخاع الشوكي، في قسم خاص لجراحة أعصاب مخ وأعصاب للأطفال والمتشوهين، وبعد حتى للأمراض الثانية. يعني عندنا قسم خاص، يعني حوالي في دائما في حدود 20 طفل، وهذونا دائما أغلبهم من أغلب ليبيا، يعني من الجنوب، من الجفرة، من الجبل. المستشفى يعاني وخاصة في الفترات الأخيرة هذه من جميع النواقص، مستلزمات، معدات، أدوية. 2016 صراحة مشينا بطريقة صعبة جدا جدا، هو كان عندنا شوية من عوائد التأمين، شوية قعدنا ناخذه بطريقة غير حتى قانونية، ووقفنا ديوان المحاسبة اللي هو تبرعات، هي تبرعات تكون فردية، يعني كنا ناخذ في 50 دينار معناتا على الملف على بعض العمليات، واللي خلتنا مشينا فترة بسيطة يعني اللي هي اواخر السنة الفاتت. يعني حاليا المواطن يعني صراحة سيء جدا انه يشري المستلزمات، يشري الأدوية وبعض منها غالية جدا.
يشري مثلا جراحة الأعصاب، يشري المسامير اللي إذا كان يحتاج مسامير تثبيت، المعدات الثانية يعني تكلف في المواطن غير في التأخير يعني. ومرات يعني صراحة الوضع سيء جدا. أجهزة التشخيص، أجهزة التشخيص ومنها زي ما حضرتكم وبارك الله فيكم تفضلتوا جهاز الرنين. جهاز الرنين احني من تقريبا سنتين يعني، كنا في الأول الجهاز الأول هو أول جهاز تم تركيبه في للمستشفى أساسه، كان أساس مستشفى متخصص في نهاية بداية التسعينات، وده غير صالح في 2010 بداية 2010. في بعد الثورة كان فيه الجهاز المتنقل وكنا مشينا به 2014، بعدين يعني في جهات معينة سحباته ووعدونا بتوفير وقت المؤتمر الوطني، وعدنا بتوفير جهاز، ومن ذلك الحين لتوه ما فيه جهاز رنين اللي يكلف المواطن في حدود من 500 إلى 700 يشتغل فيه برا إذا في برا. نعم دكتور جمال الشيخ، أنت رئيس قسم الشيخي. نعم رئيس قسم الجراحة والأعصاب، هو قسم دقيق ومن الاختصاصات التي تحتاج مستلزمات خدمية معينة. كيف يعمل القسم الآن وكيف يتعامل المواطنين مع القسم؟ مساء الخير لك ولكل مشاهدي ليبيا بانوراما. طبعا زي ما تعرف أن مركز سبيعة هو يعتبر المركز المرجعي في جراحة المخ والأعصاب، يعني هو المركز الوحيد تقريبا في ليبيا كلها، يعني بالإضافة لوجود بعض الأقسام في مستشفيات، ولكن كمركز مركز سبيعة هو يسموه الريفير سنتر أو المركز المرجعي لكل مناطق ليبيا. الآن يعاني معاناة حقيقة شديدة جدا جدا، يعني أنت لما تتكلم مركز لجراحة المخ والأعصاب لا يوجد به كمبيوتر التصوير المقطعي للحالات المستعجلة، لا يوجد به رنين مغناطيسي لتشخيصي، يعني أبسط الأشياء التشخيصية غير موجودة فيه. فإحنا يعني من ناحية التشخيصية عندنا نقص شديد، من ناحية العلاجية عندنا نقص شديد، يعني بالإضافة للمستلزمات اللي يتكلم عليها زميلي الدكتور مبروك، حتى الأدوية تصور أنت مريض تعمل العملية تقول له تأخذ مضاد حيوي، أبسط الأشياء المضاد الحيوي نحن ما نتكلمش عليه، الأدوية اللي هي باهظة الثمن، لكن مضاد حيوي أحيانا الإبرة الواحدة ب80 دينار وهو يأخذ 3 إبر في اليوم، يعني أنت تتكلم على 240، هذا صنف واحد من العلاج، فما بالك بقية العلاجات. في أشياء تانية زي كسور العمود الفقري، هذه تحتاج لتثبيت بالمسامير والبلاتين وهذا غالي الثمن. تعرف الآن وللأسف الشديد تقول المواطن انه هو يدور شركة خاصة تجيب له المثبتات علشان نقدر ندير له عمليته. طبعا مواطن مضطر لانه لو بيديرها في مستشفى في العملية في المستشفى الخاص ممكن تكلفه 18-20 ألف، ولكن في المستشفى الدولي لما بيجيب الاشياء هدية بتكلفه ديما 2000-3000 جنيه. ولكن المواطن راهو اللي جاء للمركز علشان يعالج راهو هو ضعيف الحال، راهو هو اللي مادياته معدومة، فمش من السهل انك انت تقول له جيب لي دواء وجيب لي مسامير وغيره وغيره، يعني بتكلفه 4-5 آلاف دينار. راهو المستشفى الان يعني يحتضر ان لم تكن هناك نظره جاده ووقفه عاجله من وزاره الصحه ومن نعم. ومن هذا الجانب دكتور مبروك، هل تواصلتم مع الجهات المسؤوله سواء وزاره الصحه او الجهات الأخرى التي مسؤولة عن مثل هذه توفير هذه الخدمات؟ والله تواصلنا بعديد المرات، يعني ممكن لو من يجهز المراسلات والخطابات لكل الجهات هدية ممكن يعني أحصي ولا يعني بشكل كبير جدا، لكن زي ما قلت لك بدون استجابة، يعني في وعود، يعني زي ما قلنا لك مثلا في 2014 وعدونا المؤتمر المخدول المتنقل انه يجيبوا لنا رنين، جهاز رنين، ما جابش. أجهزة تانية من جابتش فلوس، يعني أنا نقول لك مثلا ل 2014 لم يتحول مليم واحد للمستشفى وقعدت كلها شركات ديون. هني غير الشركات اللي هي الخدمية تتكلف في حدود 3 مليون سنويا. في 2015 كله تحول 2.4 مليون، هذا للبند التسييري. في التحسين تحول ممكن في الأخير إصلاح بينا تحول 2 مليون، يعني الواقع 2 مليون اشترينا بيه مبدعة مشتنا في بداية 2016 زي ما حكيت لك بكري،
جينا في شهر 6 في 2016 توقفنا، بدينا ناخذ فيه تبرعات من المواطن بالسيف. جينا ل 2016 قلنا بالك الامور تتحسن، زوز مليون و600 بس هذا هو تتحول، يعني حتى الشركات اللي هي 3 مليون قعدت عليها ديون. ومع ذلك لما نجو هنا المثل اللي هو أسوأ سنه نقولوا مثلا 2016 حالات اللي هو 11000، وهذه يعني اي جهه تجي وتقدر تتاكد 11000 لكل الاقسام، منهم حوالي 5 مليون مولود احنا من غير ان المستشفى تخصصي ان قسم نساء ولاده، يعني 5000، يعني حوالي 5000 وليد، يعني هذا اللي سنه 2015، يعني في سنه 2014 كان اكثر، كنا وصلنا حتى 7000 مولود، غير قسم الاطفال، غير قسم الجراحات، غير الباطنيه، امراض الاعصاب. قسم الطوارئ، قسم الطوارئ استقبل 7500 حال، لان احنا طبعا زي ما تعرفوا ان المستشفى واقع على طريق طرابلس ترهونه، هنا فيستقبل في جميع حالات الحوادث، حالات زي ما احنا عارفين في الدوله هذه السلاح وغيره وغيره من الحالات الثانيه، يعني الامراض وغيره. الحقيقه الواقع الامر، واحنا في 2014 كنا كمدراء مستشفيات طرابلس على يعني مدينه طرابلس اجتمعنا ودرنا منشور وحذرنا فيه الجهات المختصه وقتها، اراهوا ان الوضع الصحي حينحدر بشكل سيء جدا، وهذا فعلا اللي صار. يعني تتوقع ان نقول لك شيء ثاني؟ والله ما له فيه مرضى واطفال والثاني لما تقول له يبي دخول وما عندكش ليه امكان يقعد بايت، يقول لك ما نبيش نروح، ما عندكش باش ندفع، ما عندكش بيدفع، والله يقعد يبات وباش يراجع من قضويتها حاله خروج، نبدا نخرجوا فيهم نفس علاج. هو لازم وزارة الصحة تاخذ بعين الاعتبار المساحة الجغرافية اللي يغطيها المستشفى، يعني بالإضافة لكونه هو مركز جراحة مخ وأعصاب هو يقدم في خدمات للمنطقة زي مرض نساء وزي العظام والجراحة العامة وغيره، والمنطقة راي منطقة شاسعة، يعني نتكلم على عزية، على ترهونة، على 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 نواحي الأربعة، يعني منطقة شاسعة يقدمها في خدمات، يعني في ضغط كبير على المستشفى، وبالتالي يجب صراحة ونتمنى من وزارة الصحة أن تكون لها نظرة وفي القريب العاجل أن هي تسعف المستشفى لتقديم الخدمات على الوجه، طيب على الأقل الوجه اللي نقوله إحنا المستوى الأدنى للخدمات. طيب دكتور جمال، ما هو المستوى الأدنى في الخدمات الذي تتحدث عنه؟ هل يحتاج المستشفى إلى إمكانيات تقنية من أجهزة ومغيرها، أم يحتاج إلى ميزانية تسييرية فيما يتعلق ب توفير ما يحتاجه العامل أو الطاقم الطبي لإجراء العمليات؟ نعم، كما سبق وان ذكرت يعني فيها حاجات أساسيات جدا جدا، يعني تصور أن احنا الآن موقفين كل عمليات الأورام بالرأس، ما نقدرش نفتح رأس وما يكونش عندي كمبيوتر، لا قدر الله بعد العملية لو ينزف المريض ما عنديش كيف نعرف صار له نزيف ولا ما صار لهش نزيف، وبالتالي احنا حفاظا على حياة المواطن مانعين الآن نفتح أي عملية ورم بالرأس، والناس قاعدة تعاني مش عارف وين تمشي، يعني يعني الأبسط الأشياء اللي هو الكمبيوتر اللي هو المقطعي والرنين المغناطيسي، هذه أشياء أساسيات ضرورية جدا 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 لما نتكلم ونقول أنا مركز جراحة مخ وأعصاب، بالإضافة للمستلزمات اليومية متاع العمليات. يعني حقيقة يجب وزارة الصحة تكون لها نظرة خاصة للمركز. نعم دكتور جمال، عفوا دكتور مبروك، إذا تحدثنا أكثر عن أن الخدمات التي يوفرها المستشفى لقطاع كبير جدا من الليبيين ومنطقة جغرافية شاسعة، وأنتم تواصلتم مع الجهات المختصة ولم تقوم بأي مبادرة لمساعدة المستشفى، كيف تتوقع المستقبل القادم للمستشفى في ظل هذا التقصير من وزارة الصحة وكذلك حتى من الجهات التي فوق وزارة الصحة؟ كان في استجابة بسيطة، هم خصصوا لنا 3 مليون المدة الفاتحة، بمنهم ما تمش تسييرهم لغاية الآن، ما تمش تسييرهم، وزي ما قال الدكتور جمال احنا غير جهاز الرنين ما تكلمناش على المقطع، لان حتى المقطع ما مش موجود، لكن ما بلاش نتكلموا عليه، لان احنا تم التعاقد على اساس الثلاثة مليون هضايا مع الشركة لتوفير الجهاز هذا، امتم يتم تسييره يعني بحوالي مليون ونصف لجهاز متطور المقطعي،
هذا حين ما بديناش ندروا الضجه اللي الجهاز الزين اللي قال لك الموجود اللي هي الحالات الاورام واقفه. وحالات الاورام هذه تكلف المريض من 20 و30 الف و40 الف وكما فوق. وفي السابق دارت عمليات في المستشفى في بعض العمليات وكانوا في حتى ناس تقدر بالمئة ألف العملية واندارت في المستشفى لما كان الجهاز يشتغل جهاز المقطعه هو لأن الشركة قالت معاش ينفع. عندنا أجهزة التعقيم صراحة يعني سيء جدا مفروض بحاجة جديدة. عندنا المختبر في جهاز الكيمياء الحيوية وخاطبنا به الوزارة والجهاز الإمداد والصيدلة عديد المرات ما فيش استجابة. يعني جهاز يتكلف ممكن 100-150 ألف يعني مش هذاك المبلغ. المفروض المستشفى لا يقل كان يبي بحدود 10 مليون على الأقل باش يكون في مستواه الحقيقي. يعني حتى مش في المستوى الأعلى لكن أقل في المستوى المتوسط. يعني من ضمنهم يعني ما نبوش نقول 10 من ضمنهم جهاز الرنين. يعني جهاز الرنين يتكلف حدود 3 مليون يعني مش هذاك المبلغ الكبير. يعني اللي احنا المليون حاليا يعني في ما عادش يدير شيء. هو المستشفى الحقيقه كم يساوي الجهاز كم يساوي الجهاز؟ احنا نبي وزاره الصحه تمدنا بالجهاز وخلاص. كيف تجيبها؟ تجيبها ب 100 الف تجيبها ب 10 مليون هم احرار، لكن احنا ينقذونا يجيبوا لنا الاجهزه هذه. يعني احنا بصراحه في موقف. طيب حتى نكون اكثر وضوحا انك دكتور جمال ودكتور مبروك، اذا لم تتوفر هذه الاجهزه ولم توفر الالتزامات الخاصه بالمستشفى خلال الفتره القادمه ما الذي سيحصل؟ فالمستشفى بصراحه قد يضطر الى ان هو ينقص العمليات لدرجه لا تتصورها، وهذه كلها تنعكس على المواطن المسكين. يعني هو منقصين نفس احنا تو لما نجوا الواقع في 2016 لما نجوا هنا لو جون لسنوات مثلا 2010 ولا 2000 حتى و12 كانت فتره ثانيه صراحه مزدهره 2012-2013 خاصه 12 بالذات. يعني لما نجوا لجراحه اعصاب احنا وقتها وصلنا حتى ال 1000 يعني تو حاليا 600 يعني تقريبا نفس. يعني احنا مثلا ممكن السره حوالي 300 سرير يعني ممكن من اللي هي نشتغل بها ما يجيش حتى ال 200. نعم فوجود لكن احنا يعني زي ما قلت لك احنا لو بنمشوا بالمعايير المضبوطه المستشفى مسكر راهو. لكن تخفيف لان المواطنين غير اعطيني كيف ندير الحاجه ونشري حاجتي. تخفيف معاناه كيف نشري الحاجه يعني مش قادر برا. يعني العمليه حضرتك لما جي في الخارج 20-30 الف اني اعطيني جبت حتى بلف. يعني نقول لك مثلا نساء ولاده يعني العمليه اقل عمليه فوق ال 1000 تكلف. صحيح. يعني اني ندفع 100-150 غير مش مشكله اني تتم لي الامور هذه. دكتور جمال اترك لك المجال لرساله اخيره توجهها للجهات المختصة وزارة الصحة والمجلس الرئاسي والنواب المتواجدين فيه حول مستشفى علي عمر عسكر. أناشدهم من هذا المنبر أناشدهم بأن يعني يحسوا بأنين المرضى والفقراء والتعبانين اللي مساكين مش لاقين من يقدم لهم خدمة أو لا مجال لتقديم الخدمة نظرا للعازة الموجودة في المستشفى، وأن هم يقفوا وقفة جيدة وإن شاء الله ما يخيبش ظننا فيهم والأيام الجاية يكون عندهم وقفة يشهد لها على الأقل كل. نعم دكتور جمال الشيخي رئيس قسم الجراحة والأعصاب بمستشفى علي عمر عسكر، شكرا جزيلا لتواجدك معي. كذلك الدكتور المبروك المعاتي مدير عام المستشفى شكرا لك. كذلك أعزائي المشاهدين الشكر لكل ضيوفي الكرام الذين كانوا معي على مر هذه الحلقة، والشكر الأكبر يبقى لكم أنتم. في ختام هذا أنا عماد الدين بالعيد يحييكم إلى اللقاء.